السلام عليكم، محمد مصطاق من مؤسسي فريق الاشكال السياوي بالمدينه العتيقه. كما كيدان الجميع بلي المجموعه السادسه اللي طاح فيها المنتخب الوطني للتشكل من زامبيا والكونغو الديمقراطيه وتنزانيا، فهي مقابله صعبه كما يعرف الجميع. المنتخب الزامبي فهو منتخب قوي وعنده الكلمه ديالو في الساحه الافريقيه، وتنتمنى المنتخب الوطني ياخذ اي مقابله بانها مقابله نهائي، وان شاء الله غادي يكون الكلمه ديالو. الطقوس الافريقيه ماشي بحال اوروبا كما تعرف الجميع، ما خصناش نبقاو نديرو الاستعدادات ديالنا بالاوروب، خصنا نبقاو نديرو الاستعدادات ديالنا بالافريك باش نتعودوا على المناخ ديالها والارضيات ديالها. الكراكي راه ما نسمحش نقول له، انا تبارك الله عليه السيد مؤهل لا تقنيا لا بدنيا، وشي اهل الدريل ولا جاب وليدات صغار، لان خصهم الوقت وحنا غنعطيوه الوقت وحنا معاه، والله يسخر لهم ان شاء الله، والخدمه ثم العمل غيكون الخير ان شاء الله. المغرب ما داش كاس افريقيا من 76، ما داش من يوم 76 كنقول لك علاه وداش، حيت ما بقاوش كانوا عندنا لاعبين ديك الساعه من لافريك، من كلهم من الدوري المغربي. دابا راه جوج لاعبين كلهم من الدوريات الاوروبيه، صعيب الحال. باقي تنقول لك المناخ ثم الارضيه، المناخ اوروبا ماشي هو المناخ بلافريك، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.